بلال شارك من سنتين، شارك في أولمبياد في الدورة الـ62، تم ترشيحه من قبل اللجنة الأولمبية الفلسطينية، وكان من خيرة الشباب اللي مثلوا الشاب الفلسطيني بالخارج، وبشهادة كل اللي عرفوه كان كتير، كل هدفه في الحياة كان إنه هو يرفع رأس فلسطين في أي محفل دولي، يرفع العلم الفلسطيني في أي محفل دولي، إنه هو ياخذ ميدالية، ياخذ فضية، برونزية، ذهبية، المهم إنه هو بده يحقق ميدالية ويرفع علم فلسطين في أي محفل دولي. بلال كان من الناس اللي يعني أحد معارفه الصحفيين لما عرف عنه حكى أحب الرياضة كما لم يحبها أحدا من قبل. يوم استشهاد بلال كان يوم عادي، صحينا وحضرت الفطور وحكينا مع بعض، والمكان اللي احنا فيه كان مكان منطقة خضراء يعني على الخريطة ملون بالأخضر، وكلنا بنعرف شو يعني الأخضر، يعني هذه منطقة أمان، واحنا نازحين يعني على أساس انه احنا نكون عملنا بكل الأسباب انه احنا ننجو احنا وأطفالنا. فيومها نزل مش قصف، يعني فيك تحكي برميل متفجرات، يعني اشي كتير 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 كبير. فلما صار القصف كان بلال على السطح، فشاف الناس كيف والأطفال بتترمى بعد القصف، فنزل يجري. يعني إحنا على الدرج لما نزل يعني إحنا ما شفنا رجليه من كتر سرعته، إنه هو رايح بده يحاول يساعد أو يعمل أي حاجة. ما طلع بلال، وصل مكان، يعني أنا لما هو طلع سمعنا صوت انفجار ثاني، فأنا بطلع على الباب كان في ستارة، الستارة لسه بتروح وبتيجي، فأنا بحكي لا الحمد لله لسه عماله طلع بلال، يعني ما لحق الضربة الثانية، بس للأسف كان من ضمن الضحايا للقصف الثاني لنفس المكان. بلال هو طفل كان لاعب للمسافات الطويلة في ألعاب القوى، وفعلا كان بلال كتير بيعشق الرياضة وكتير بحب يصل باللاعبين تبعونه لمراكز، مش بس إنه هم يشاركوا في المشاركات الدولية، بده إياهم ينافسوا كمان ويحصلوا على مراكز وعلى ميداليات، فكان دائما دائما حريص على إنه هو يسأل ويتابع في موضوع التدريب. بلال آخر فترة كان بيعمل إعداد بدني للاعب تبعه عشان يشاركوا في الأولمبيات، وفعلا كان اللاعب تبعه تامر قعود كان من أفضل اللاعبين على مستوى فلسطين مش على مستوى بس غزة، وكان بيستعد إنه هو يشارك في الصين وكمان في أولمبيات باريس، وكان عنده أمل كبير إنه اللاعب تبعه ياخذ مركز أو يحقق ميدالية لفلسطين.